من البداية. نعم، نحن صناع الماس. تعرفوننا بنضالنا. بدايتنا كانت عام 2013، حيث سطعت الفكرة في عقول قاداتنا، ثم رست سفينتنا على أرض صعيدنا، ثم شد شراعنا بعزيمة المتطورين. جهودنا معروفة عند الجميع، فإنجازاتنا ليست بالقليلة، وتاريخنا محفول بالانتصارات. لم نحضر حفلا إلا وخرجنا بالانتصارات في سباقات الخير. فريقنا كيان، ولجاننا فرق، وأفرادنا فرسان ميدان الخير. تحققت بجهودهم الرسالة. واجهنا الصعوبات التي لم يشعر بها إلا فرسان، لكنها ليست أيضا بالقليلة، فقد كادت أن تعجزنا عن إكمال مسيرتنا. حتى التقطنا أنفاسنا، ثم بدأنا بعزم من جديد، وها نحن أمامكم اليوم، وسوف نظل صناعا للمس.